لو ما تبيني صار فيا لو ما تبيني ليه تحرق روحك وقلبك عليا مو نصحتك لا تعال لو لكنك سمعت خليت وراح عني ابتعد هذا انتبه مو نصحتك مو نصحتك لا تعال لو لكنك سمعت خليت وراح عني ابتعد وهذا انتبه الله عليكم الله عليكم الله عليكم لو ما تبيني لكن تأكد ثاني مرة نعدها برحم 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 شعورك راح أسامح بالهوى طيشك وصدك لكن تأكد ثاني مرة نعدها انسى 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 مو نصحتك لا تعاند لو لكنك سمعت خليت وراح عني ابتعدت وهذا انت بالآخر رجع
تصبحون على خير ويعطيكم ألف عافية وشكرا لحضوركم. شكرا شكرا. ملتزم مع الجماعة، أنا ودي أقعد معاكم بس ملتزم مع الجماعة. يعطيكم العافية يعطيكم العافية.